فيما يخص زيارة البرهان الأستاذ جمال، يعني هي لا تحتاج إلى تحليل عميق أو خبير كبير. البرهان ينتمي إلى الطغمة العسكرية في السودان، جاء يزور الطغمة العسكرية في الجزائر. البرهان لأنه عرف أنه الطغمة العسكرية في الجزائر عندها مشاكل مع الإمارات التي تدعم الخصم نتاعو حميدتي اللي كان صاحبه سابقا وعملوا انقلاب عن بشير. عرف بان يعني الامارات تدعم، يعني عندها الطغمه العسكريه في الجزائر عندها مشاكل مع الامارات، حب يستثمر في هذه المشاكل ويجي الجزائر كشبه ياخذ مصروف، كشبه ياخذ فلوس او ياخذ عتاد او ياخذ بعض المصالح. ويعني الغرابة في الأمر هذا يسمي روحه رئيس مجلس السيادة، يعني وكأنه فيه سيادة ويتكلم باسم الشعب السوداني، وهو اللي عمل انقلاب وجاء للحكم عن طريق انقلاب، ويعني يتكلم على قوى الشر. أين هي قوى الشر؟ قوى الشر في السودان هي هذه الميليشيات بتاع البرهان وحميدتي، وقوى الشر في الجزائر هي هذه الطغمة العسكرية التي تحكم البلد بدون شرعية وتعيث في الأرض فساد. يعني حتى الإمارات هذه من جاء بها إلى المنطقة، هذا العصابة اللي في الجزائر، الجنرالات والعصابة اللي معاهم هم اللي جابوا الإمارات للمنطقة. شكون عطى الإمارات الموانئ؟ شكون اللي عطى الإمارات شركة التبغ؟ شكون اللي جاب الإمارات للمنطقة؟ وحتى يعني الفاجنر هذه، يعني احنا ما شفناش تبون كان عند بوتين ويصفوا بصديق الإنسانية، وقال له يعني بفضل روسيا اللي احنا رانا محافظين على الاستقلال تاعنا. الان وهما اللي جابوا فاغنر على شكل سواح، وهما اللي دخلوا فاغنر المالي، والان يشتكيوا من فاغنر ويقولوا ميليشيا، يعني انتم اللي جبتوها. ثم يشترك هو البرهان يقولوا انه مؤامره ودول اقليميه. شكون الدول؟ يقصدوا روسيا، يعني روسيا هي حليفتهم، هي اللي تمدهم بالسلاح. حتى انه في سنه 2020 هذا الجيش المالي العسكر تاع الجزائر هو يعني جاب له طيارات من روسيا، يعني هو اللي خلصهم.